قد خسرانين بسبب خليت كنت تحملون الجولات لان هذا اللي قدامك الان جاي يتكلم عمليه حسابيه هو هسه الان هذا مو كلش معقده خلي اسهل لك اياها كلش اسهلها لنفرض جدلا احنا 4 مليون برميل هو الفرق هسه ما بدنا نحكي على كل 12 مليون برميل ساكرم ارجع لنا اشرح انت للجمهور خلي اشرح لك يعني وتعرف حجم الخساره بس شيلها من وراك حتى الناس تفهمك واحده واحده زين اشرح لهم متفضل قول لهم انت هسه قلت لهم شلون خسرناها اشرح لهم اياها بهدوء للمواطن لنفرض جدلا الفرق بهذه جولات التراخيص اللي صارت المفروض يصعد النفط انه 4 خلي يصير 4 الفرق مو 12 4 مليون ال 4 مليون ما راح نحسبها ب 100 وبكذا لا ب 50 دولار بالبرميل ايش قد يصير باليوم عندك 200 مليون دولار زين اضرب ال 200 مليون دولار ب 30 شهر ايش قد صار عندك 6 مليار دولار اضرب 6 مليار دولار ب 12 شهر راح يصير عندك 72 مليار دولار في 10 سنوات 720 مليار دولار حجم الخسائر اللي مرت على العراق ما يمرض قلبكم هذا الجاي احكي انا خارج السياقات هذا غير السرقات وغير اللجان الاقتصاديه وغير البوك وغير كل هذا احنا اللي انضربنا ضربه في منتهى القسوه ليش هذا هو السؤال ليش؟ هذا السؤال خليك وياي واراويك خلي وياك باوع الاخوه رجعنا للمربع الاول خل اشيل كريم حتى تفهموها بشكل واضح فشلت جميع الشركات اقرا وياي حبيبي اقرا وياي فشلت جميع الشركات في تحقيق الانتاج المتفق عليه لاسباب عديده بعضها فنيه والغالب منها سياسيه وياي انت بعضها فنية بمعنى أن العراق لم يوفر الجوانب الفنية للشركات التي تعمل داخل العراق من أجل زيادة الإنتاج والسياسية تم الضغط على العراق لإفشال هذا الملف يعني هسه منو يتحمل المسؤوليه استاذ كريم منو يتحمل الشركات وحدة الشركات والله الحكومات لو احنا الشعب لا أغاتي لا الشعب مسكين لذلك أنا هذا الكلام اللي جاي أطرحه أنا لأجل تثوير هذا الشعب حتى يطلع محتاجين انقلاب نعم أستاذ كريم بدر يقول محتاجين انقلاب نعم لكن انقلاب اقتصادي ما احنا متعودين على انقلابات هاي الانقلابات اللي جسم العالم جاي يتحرك بشكل اقتصادي ماكو بعد عسكر وكذا انقلاب اقتصادي على كل التابوهات اللي جاي يصير انقلاب على اللي دمرنا وخسرنا تريليون و300 تعرف شنو معنى تريليون و300 استاذ انوار لا والله ما اعرف تعرف ما يعني معناها ما تلقى نسوان يدفعن عرباين ببغداد يقدن اولادنا معناها ما واقفين على الترافيك لايت يبيعون كلينس بكسبر جلدي يا عمي كم والله العظيم شبابنا ذولا الحلوين اللي هذول سووا لي هذا البرنامج هذول هم قاده البلد القادم بس مين يسمح لهم ان يوصلون كلهم يقطرون غيره